صباح الخير عبد الله. عبد الله، اليوم مشروعك انك تسوي لي هذه اللعبة، تمام؟ قصيت لك، انا جهزت لك قطعتين خشب. القطعتين خشب هذه واحدة منهم راح تستخدمها الفريم اللي تحت او البيس، والثانية راح تقصها على الخطوط هذه. زين، تفكر شلون راح تقصها، وبعد ما تخلص القص تسنفر عدل، بعد ما تخلص السنفرة تلون عدل، ابيها تصير جاهزة للبيع لأن في واحد يبي يشتريها، خلاص اوكي تمام؟ والفلوس راح تصير حقك. يلا، فرحان؟ اي كم بتبيعها؟ 5 دنانير. 5 دنانير. هاي ما تصير 5 دنانير. يلا، أوكي، يلا تعرف قصيت وسنفرت. يلا، أوكي، يلا. تشوفون خلصنا الحين، راح نقيس بالإطار الكاليبر. راح نشوف كم هو تو قسناه، 9 بـ9 كله الإطار. الحين راح نسوي يكون مثل كذي، يصير مربع مثل هذه، بس راح نسويها طويلة شوية وراح يكون كذي يعني إطار. الحين خلصنا المشروع، سنفرنا كل شيء. الحين راح نركب هذه هني تحت، بعدين خلاص نركب هذه هني، بعدين هذه هني، بعدين هذه الموسيقية هني، بعدين هذه لا، الحين هذه هتكون هني، بعدين مربع هذي راح تكون هكذا مربع أو شيء. بعدين هادي هنا، بعدين هادي، خلصنا.